الف يا ركلة جزاء، الف يا ركلة جزاء يا بيونيا كوبيرس. نعم الحكم لم يتردد ولو للحظة. مرة أخرى الكتف ربما بالنسبة لتشينكو، نعم الكتف بالنسبة لتشينكو وفي نهاية المطاف إعادة للفرصة الأولى ماركينيوس والعارضة. نعم تيرو ممكن جول، ممكن جول، ولا زالت موجودة الفرصة. جول رياض محرز يعود من جديد، فعل رياض، عاد رياض ليسجل ويمنح الأسبقية للسيتي كما فعل في مباراة الذهاب. هو يعاود الكرة مرة أخرى. اللاعب كيمبابي خطيرة مرة جانبية، دي ماريا كاد يسجل هدف التعادل. رياض اليوم، رياض، 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 وخطيرة دائما ولا زالت الفرصة. مرة جانبية، ما أروع انسلالك يا رياض. التسديدة من محرز وبعد ذلك برناردو سيلفا، شوف هنا الدخول، ثم بعد ذلك سدد كيلور نافاس يغطي ويغلق الزاوية. قال ليسدد دي براون، هل يراوغ دي براون؟ ودي براون مراوغة ممتازة، عبدو ديالو، العرضية خطيرة. نيمار، 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 ادخل نيمار وسط ثلاثة لاعبين واندر. باريس سان جيرمان في هذا الشوط، رائع باريس سان جيرمان. ودي ماريا يصعد في هذه الاثناء، ماركي يرفع هذه الكرة، ايدرسون، دي بروين خطيرة، كيلور نافاس وحده، دي بروين وحده، ورياض محرز، ونيمار، ونيمار. يا نيمار وتشيتشينكو يتدخل. فرناندو، ماذا فعلت يا فرناندو؟ لا زالت الفرصة، ونافاس فرصة لفائدة السيتي، فرصة ثانية، ثانية، نافاس، دي بروين المساحات، ولعب الكرة والعرضية، جول الثاني، الثاني، الليلة، 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 ليلتك يا رياض، الليلة، ليلتك يا رياض، هي ليلة الأبطال، هي ليلة الجزائري، رياض محرز يتوج هجمة مرتدة سريعة. ممتازة في الفودين، في الفودين، في الفودين، يدخل في الفودين، في الفودين، جول.